مناسبة ديال الاجتماع ديال الأغلبية باش نتكلموا على واحد العدد ديال المواضيع. تكلمنا على البرامج الحكومية، تكلمنا على البرامج اللي كتهم المواطنين اللي هي يعني الإشكالية والمشاكل اللي كنا يعني مرينا بها في هاد 10 أيام الأولى ديال رمضان اللي كتهم التضخم والانفلاسيون، وكيظهر لي بأنه كانت هاد الأيام الأخيرة يعني شروحات بما يخص المواد والمنتوجات الفلاحية، فهي الفلاحات تعرضت لواحد أولا لقلة الماء، وتعرضت كذلك الإشكالية ديال لا سومونس اللي طلعت ليها الثمن ديالها، وكذلك ديال لي برودوي فيتو سانيتير ولازوت اللي تقريبا كانت ضربوا في جوج ولا في ثلاثه الاثمنه ديالهم اللي خلت انه التكلفه طلعت. ولكن رغم كل هذا كيظهر لي بانه مع الاخوان الفلاحه الاجتماعات اللي قمنا معهم وكذلك الاتفاقيات اللي كانوا خلت انه الاثمنه رجعت لواحد المستوى اللي هو احسن. ومناسبه كانت كذلك باش نتكلموا على يعني البرامج الحكوميه اللي هي كتهم الدولة الاجتماعية فيما يخص الصحة وفيما يخص التعليم وفيما يخص يعني لومبلوا ولا شارت دانفيستيسمون، إنجازات كبيرة اللي تعملت في هاد الشهور اللي دازت، واللي الحكومة رغم يعني الظروف اللي كتمر فيها بعض المرات اللي كتكون صعبة ديال قلة الأمطار والمشاكل اللي كتكون مطروحة، فهي واخدة لو كاب ديالها باش تمشي في البرنامج الحكومي ديالها وتقوم به في أحسن قيام. شفنا بأنه الحمد لله في هذه المناسبة أنه يعني الفوق البرلمانية كلها يعني متماسكة وراء الحكومة، كتدعم الحكومة بدون شرط، وبأنهم متبعة يعني البرامج ومستعدين بأنه يواكبوا ويوصلوا لميساج المواطنين على المجهود الكبير اللي كتقوم به الحكومه. وكتعرفوا بانه كاين مشاكل اللي هي موتة، القصه ديال الماء راه قصه طويله الا نعاود لكم عليها، والسيد الوزير هنا راه يعرف هذا اكثر مني، ولكن هذا ارث ثقيل اللي كنحاولوا في بضعه شهور اننا نلقاو ليه الحل، لا فيما يخص التحليه ديال المياه ولا فيما يخص لو ترونسفير ديال الماء. ومشاريع الحمد لله قوانين اللي كتهم العدل وكتهم واحد العدد ديال القطاعات اللي غادي نجيبوا بها في الشهور المقبله. اذا الديناميه كاينه، الحكومه مواصله العمل ديالها بجديه، الافق باين، لي كريز اللي كيبانوا اللي هما حقيقيين راه كان يعني كنعالجوهم، واللي هما مصطنعين راه كنجاوبوا عليهم. واللي كيهمني انه شفت بانه الحمد لله رؤساء الاغلبيه اللي حاضرين معنا مشكورين كيدعموا، وهما ولا الفوق ديالهم ولا الاحزاب ديالهم يدعمون هذه الحكومه بالنجاح حتى ان شاء الله تعطي النتائج اللي كيتسناو منها المواطنين في احسن الظروف. تفضل السي. شكرا السيد الرئيس، مساء الخير. غير بغيت على كل اللقاءات اللي كتكون بين القيادات، اللقاءات اللي كتكون بين قيادات الاغلبيه، بحكم اننا حجمنا قليل كقيادات، عدد القيادات، انا حكومه منسجمه وحكومه تشكل قوه، التوافق بين قيادات الاغلبيه، نلتقي باستمرار. فقط هذا اللقاء كيكون لقاء رسمي غير لنجدد اللقاء مع الاعلام وكذلك مع الاخوه في البرلمان في مجلس المستشارين ومع بعض اعضاء القيادات السياسيه. نحن تبادلنا فقط اليوم بعض الافكار اللي بغينا ناكدوا عليه، على ان هذه المشاكل اللي كنشوفوها الان وسمعنا وكتبوا عليها كثير هي مشاكل طبيعيه في المسار كياخذوا المغرب في المجال الاقتصادي والفلاحي والسياسي. ونحن سنواجهه بتحالفنا، سنواجهه بوحدتنا، سنواجهه باتفاقاتنا، وسنواجهه باحترامنا لعلاقتنا والالتزاماتنا، سواء على مستوى البرنامج الحكومي او سواء على استنادا على ميثاق الاغلبيه. لذلك سنستمر هذه الحكومه وسنشتغل بهذه الحكومه وسنواجه هذه المشاكل وهذه الازمات
وسنتحمل مسؤوليتنا كاملة إلى أن نقوم بدورنا كما ينتظر منا من طرف المواطنين ومن طرف جلالة الملك. لذلك تأكدوا أن كل ما تسمعونه خارج ما نقوله نحن الثلاثة غير صحيح. نحن الذين نملك الحقيقة، نحن الثلاثة، وسنبلغكم بها في حينها. لذلك ثقوا فينا حينما نقول لكم أننا أقوى مما كنا منا في الماضي، ولنا إحساس قوي بالاشتغال أكثر، بل لنا رغبة في العمل أكثر، لأن خدمة هذا البلد وخدمة هذا الشعب مفخرة لنا ونشان على صدورنا، ونحن في الحقيقة نعتبره فرصة تاريخية لكي نقدم شيئا لهذا البلد سيسجله الأجيال اللاحقة وتقول بأن هناك كانت قيادة التي حققتها وما لم يحققه الغير. شكرا لكم. شكرا سيد رئيس الحكومة. أنا أولا بغيت نأكد كما جاء في تدخل سيد رئيس الحكومة أن هذا اللقاء كانت فرصة باش أننا يكون عندنا نقاش مع البرلمانيات والبرلمانيين ديال التحالف الحكومي وديال الأغلبية الحكومية بكيفية عامة حول ما تم تحقيقه من إنجازات، وحول كذلك ما هي الإصلاحات التي نقودها لمواجهة الإشكاليات المطروحة لا على الصعيد الدولي ولا على الصعيد الوطني. وفي الواقع هذا الاجتماع كانت فرصة لتأكيد ثلاثة النقاط الأساسية. النقطة الأولى وهو أننا متشبتون بالبرنامج الحكومي وغنوفيه إن شاء الله بالتزامات ديالنا تجاه المواطنات والمواطنين رغم الصعوبات ورغم هذه التقلبات المناخية والتقلبات كذلك التي نعرفها نتيجة الصدمات ناتجة عن الأزمات الدولية. نقطة ثانية وأن هذا التحالف الحكومي وهذه الأغلبية الحكومية فهي قوية منسجمة، وهي كذلك عندها إرادة قوية لمواجهة كل هذه الإشكاليات. النقطة الثالثة وهو أننا تنقوم بأمور جد أساسية وفي إطار مقاربة مهمة، وهذه المقاربة فهي تتركز على ثلاثة نقاط. أولا العمل على مواجهة الظرفية الصعبة. ثانيا العمل على استدراك كذلك التأخر اللي وقع في عديد من الإصلاحات في العديد من المشاريع الأساسية اللي بالنسبة لبلادنا. والنقطة الثالثة وهو أننا تنجيب واحد المقاربة اللي هي تجعل أننا ننجيب حلول مهيكلة باش نوجدوا نفسنا كذلك المستقبل وباش نغتنموا الفرص الناتجة عن هذه الأزمات على الصعيد الدولي. وهادشي كله معلوم، الهدف الأساسي من هادشي كله وهو أننا نخدموا المواطنات والمواطنين، أننا نحسنوا ظروف عيش ديال المواطنات والمواطنين، أننا نخفوا عليهم العبء ديال هذا التضخم الناتج عن أزمة الخارجية ولكن كذلك الناتج عن الجفاف، وأننا نقوموا بالمبادرات الضرورية باش أننا نوصلوا نعطيوا الإمكانية لارتقاء الاجتماعي بالنسبة لفئات عريضة من المواطنين بكل استهداف. واليوم الحمد لله ورئيس الحكومة أكد ذلك في الاجتماع ديال الأغلبية، وهو أن بين الأوراش الكبرى اللي أعطى انطلاقة ديالها جهة الملك المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية، فتحقق الجزء الأول المرتبط بتعميم التغطية الصحية، وغنحقوا إن شاء الله من هنا لآخر السنة الجزء الثاني المرتبط بتقديم الدعم للأسر المغربية المعوزة في إطار الاستهداف وفضل كذلك السجل الوطني الموحد، السجل الاجتماعي الموحد اللي هو عرف انطلاقة ديالو. اليوم العديد من المواطنات والمواطنين في كل أقاليم المملكة فهم يسجلون أنفسهم لكي يستفيدوا بهذا الدعم. أخيرا اللي بغيت نأكد عليه وهو الأساس في هذه المرحلة اللي احنا فيها، وهنا أننا كلنا ثقة في قدرتنا لمواجهة هذه الأزمات، ثقة كذلك في ما سنقوم به كذلك من أجل إعطاء نفس جديد وللخروج من هذه الأزمة، والثقة كذلك في المواطنات والمواطنين لتفهم هذه الإشكاليات وكذلك التفاعل الإيجابي مع الإصلاحات التي نحن نخوضها في كل المجالات الحيوية، في مجال التأليف، في مجال الصحة، في مجال العدل، في مجال الماء، في مجال كذلك التشغيل، وكل ذلك في مصلحة هذا الوطن.